مع انتهاء الموسم تبدأ خطة كل الفرق لإنهاء التدعيمات، وبعد أن أنهى الزمالك موسمه بالعديد من البطولات بدأت إدارة النادي تتحرك في اتجاه الصفقات، صفقات أبرمها الزمالك بعد نهاية الموسم، وتعاملت الإدارة بنجاح. نجح الزمالك في ضم إبراهيم أنداي وزكريا الوردي وأحمد أيمن منصور، ثلاث صفقات يستعد معها الزمالك للموسم الجديد. وقبل انطلاق الموسم سيكون الفارس الأبيض على موعد مع مواجهة نارية، لقاء الهلال السعودي في سوبر لوسيل، مباراة ينتظرها الملايين. وبالنسبة لجماهير الزمالك فإن الدخول بقوة في موسم الصفقات يعد من الأولويات، لكن يبقى الحفاظ على نجوم الفريق أهم خطوة في طريق الزمالك نحو الحفاظ على اللقب. ولأن كرة القدم لا تعترف إلا بالأرقام، فإنه في الموسم المنقضي كان للزمالك نصيب الأسد في كل الأرقام المميزة، ويضم الزمالك بين صفوفه هداف الدوري أحمد سيد زيزو الذي قدم موسما استثنائيا بكل المقاييس، هو أفضل لاعب في الدوري بلا منازع. خلال مشاركته في دوري هذا الموسم خاض 30 جولة، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 14 هدفا، الأداء المثالي جعله يتربع على عرش الهدافين، فأصبح زيزو نجم الشباك في رواية تتويج الزمالك باللقب الرابع عشر. ومع نهاية الدوري تجد أن الزمالك سجل 62 هدفا، ساهم زيزو فيما يزيد عن نصف عدد تلك الأهداف، ليؤكد أنه يعيش حالة استثنائية بعدما انفجر زيزو في 2022 وتفوق على الجميع، ليحصد البطولة السادسة في مشواره بالقميص الأبيض. ويبقى التجديد لزيزو لثلاث سنوات هو أهم نقطة في مشوار الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، تجديد أطلق فرحة الجماهير بعد أن تأكد الجميع من استمرار الاستثنائي لثلاثة مواسم.